في البداية نرحب كثيرا بالإخوة الأعزاء المعتقلين المفرج عنهم، رحبوا بهم. أيها الشرفاء، وجود هؤلاء الأعزاء هنا هو أحد الإنجازات، هو أحد الإنجازات لهذه الثورة المباركة. في مصر سقط النظام ولم يفرج عن المعتقلين، وهنا وفي مرحلة متقدمة قد تم الإفراج عن بعض المعتقلين. هو دليل على صلابة إرادتكم وحسن تصرفكم. هناك تصرف، هناك إدارة حكيمة من قبلكم، هناك نضج، هناك وعي، هناك حسن تصرف. الإرادة الصلبة وحسن التصرف هو الذي جعل هؤلاء في هذا المكان. ولكن عليكم أن تلتفتوا، أن تعلموا بأن معظم المعتقلين لم يفرج عنهم حتى الآن. يجب أن تكون منكم إرادة صلبة للإفراج عن كافة المعتقلين وبدون استثناء. أيها الأحبة، هذا الحضور المبارك وهذه الإفراجات هي ببركة دماء الشهداء. لولا دماء الشهداء لما كنتم هنا ولما كان هؤلاء هنا. هذا الحضور وهذا الإفراج هو من بركات دماء الشهداء. ما تحقق حتى الآن هو من بركة دماء الشهداء. يجب أن يكون هناك منكم وفاء إلى الشهداء. ارفعوا صوت الشهداء، اهتفوا باسم الشهداء. أرغب إليكم أن تكثروا الهتاف بأسماء الشهداء وأن تمتلئ الساحة بصور الشهداء. يجب أن تمتلئ الساحة بصور الشهداء. هذا المنظر الذي يخلو من صور الشهداء منظر غير طبيعي، ليس فيه وسائل الشهداء. يجب أن تمتلئ الساحة بصور الشهداء، ويجب أن يكثر الهتاف باسم الشهداء. حضوركم هنا ببركة الشهداء، هذا الإفراج ببركة الشهداء. كونوا أوفياء إلى الشهداء، كونوا أوفياء إلى الشهداء، كونوا أوفياء إلى الشهداء. قبل الانتقال إلى المسألة الأخيرة المهمة، انظروا أيها الأحبة، هؤلاء كانوا معتقلين، هؤلاء الأطفال كانوا معتقلين. انظروا إلى أعناق النظام، انظر هؤلاء الأطفال كانوا معتقلين وتم إفراج عنهم. سوف أنتقل الآن إلى المسألة الأكثر أهمية. كونوا واعين، انتبهوا. أريد عقول مفتوحة وقلوب مفتوحة. هذا الذي سوف أقوله الآن هو رأي. وهناك رأي آخر. استمعوا إلى كافة الآراء،
ولكن في النهاية أنتم الذين سوف تقررون. الرأي الذي سوف أقوله هو من باب الأمانة التاريخية، إرجاء يعني إرضاء للضمير وإبراء للذمة. الآن هناك مطلبين أساسيين. المطلب الأول هو إسقاط النظام، والمطلب الثاني هو المملكة الدستورية. الشعب يريد إسقاط النظام، 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 الشعب يريد إسقاط النظام. أيها الأحبة انتبهوا جيدا، إسقاط النظام مطلب في غاية الإمكان، إسقاط النظام مطلب تحققه في غاية الإمكان. وإذا سقط هذا المطلب، إذا سقط هذا المطلب لن تكون هناك أي فرصة لإقامة مملكة دستورية. إذا سقط مطلب إسقاط النظام لن تكون هناك أي فرصة لإقامة مملكة دستورية. من الناحية العملية ابتعدوا عن التنظيرات النظرية. من الناحية العملية إذا دخلت قوى المعارضة في التفاوض من أجل إقامة مملكة دستورية، فهذا التفاوض سوف يستغرق شهور. بمعنى آخر أن هذا الزخم الثوري سوف يتلاشى، وتكون المفاوضات بعيدة عن هذا الاحتضان الثوري. بمعنى آخر سوف تعطى الفرصة للسلطة لكي تفرض إرادتها على القوى السياسية. أحبتي، من جهة أخرى اسمعوا أحبائي، من جهة أخرى السلطة في يدها الجيش، وفي يدها الحرس الوطني، وفي يدها قوات الشغب والشرطة، وفي يدها مؤسسات الدولة. كل هذه الأمور من شأنها أن تفرض إرادتها على المفاوضين. سوف تستخدم القوى الموالية لتميع المطلب، سوف تلجأ إلى البعد الإقليمي لتميع المطلب. ولهذا إذا سقط مطلب إسقاط النظام سوف يسقط معه مطلب المملكة الدستورية. اعلموا احبائي، اذا كنت حيا سوف اذكركم، وان كنت ميتا اذكروني وترحموا علي. اذا اصريتم على اسقاط النظام فسوف تجدون ذلك حقيقه قائمه بالفعل. وإذا تخليتم عن هذا المطلب فلن تروا مملكة دستورية ولا بأي حال من الأحوال. سوف تكون هناك مجرد إصلاحات سطحية ولن تتحقق المملكة الدستورية. أيها الأحبة إذا تم التخلي عن مطلب إسقاط النظام هناك أربعة نتائج يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. النتيجة الأولى، لن تكون هناك مملكة دستورية، وسوف تتعزز الانقسامات في صفوف الجماهير وبين القوى السياسية وبشكل أقسى من السابق. وأنبه الإخوة
السياسيين، أنبه القوى السياسية بأن من يذهب إلى المفاوضات فسوف يحترق سياسيا ولن يكون بعد ذلك. والأهم من ذلك أننا سوف نضطر إلى تقديم تضحيات مادية ومعنوية وبشرية ضخمة، وقد لا تتاح لنا إذا تخلينا عن مطلب خط النظام. سوف نضطر إلى تقديم تضحيات مادية ومعنوية ضخمة، وقد لا تتحقق أو لا تخلنا أي فرصة للتغيير والصرف على ذلك. اللهم اشهد بأني قد بلغت، اللهم اشهد بأني قد بلغت، اللهم اشهد بأني قد بلغت. أيها الأحبة، النقطة الأخيرة، هناك الآن تخويف من الفتنة الطائفية. الفتنة الطائفية هي أخطر سلاح، الفتنة الطائفية هي أخطر سلاح، أخطر من السلاح، أخطر من الرصاص الحي. ولكن يجب أن تعلموا والكل يعلم أن الشيعة والسنة هم أخوة في هذا الوطن، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. الآن التفكير من خلال منطلق طائفي، كان يقال بأن الشيعة لا يقبلون والسنة لا يقبلون، هذا الطرح لا يتناسب مع أي حركة إصلاحية. إذا قلنا بأن الشيعة لا يقبلون والسنة لا يقبلون، هذا الطرح لا يتناسب مع أي حركة إصلاحية، لا يتناسب مع نظام ديمقراطي جديد، ولا يتناسب مع مملكة دستورية، ولا يتناسب مع أي إصلاح وإن كان أدنى من ذلك. يجب أن نركز على الوحدة الوطنية، على الأخوة الوطنية، أننا إخوة في هذا الوطن، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. يجب أن ننظم أوضاعنا على أساس الوطنية وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، ووفق آليات موضوعية ذات مصداقية تقرها المواثيق الدولية. قضيتنا في هذا الوطن شيعة وسنة واحدة، مصيرنا واحد، وينبغي أن ننظم علاقاتنا على أساس مفهوم المواطنة والحقوق والواجبات المشتركة. أخيرا، عليكم من الآن أن تعملوا بأن تتشكل منكم هيئات بحيث تبرز منكم قيادات تعبر عن رأي هذه الجماهير. الآن رأي هذه الجماهير مغير، على الأرض تقسموا إلى مجموعات بأي شكل من الأشكال، على مستوى القرى، على مستوى الأحياء، على مستوى النوادي، أي شكل من الأشكال. يجب أن تفرزوا قيادات منكم من خلالكم أنتم، وليس القيادات تفرض عليكم من أي قوة سياسية. القيادات الشبابية يجب أن تفرز من خلالكم، لا أن تفرض عليكم من أي قوة سياسية. أكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والنصر قادم بإذن الله.